اهلا بحضراتكم من جديد. وبما اننا في العيد ففقراتنا ان شاء الله تكون فقرات كلها بهجه وتكون فقرات مميزه. معانا في فقرتنا دي الفنان ماهر محمود، والحقيقه هو فنان شامل بالمعنى الحقيقي للكلمه، لانه بيغني وبيمثل وكمان بيعزف على العود ومجموعه من الفنون اللي صعب تكون مجتمعه في شخص واحد، لكن ما شاء الله ماهر قدر انه يجمعها ويكون متفوق فيها كمان. شفنا اعماله مع فرقه ايامنا الحلوه واللي كان ليها صدى كبير وردود فعل واسعه على السوشيال ميديا، والناس تفاعلت معاها بشكل كبير. شفنا كمان اعمال مختلفه في الانشاد اللي بيمتعنا بيه بصوته الجميل اللي هتسمعوه معانا النهارده، ده غير ادواره في بعض الاعمال الدراميه اللي يمكن تكون ادوار صغيره لكن هي ادوار مؤثره بكل تاكيد. يعني ان شاء الله تستمتعوا معانا في فقرتنا دي، وبنرحب بيك يا ماهر، كل سنه وانت طيب. اهلا بيكم، منورين الدنيا، ويعني مبسوط ان انا معاكم النهارده ومع انا مش عايز اقول الفنان سامح حسين، الصديق صديق العمر وصديق الايام الجميله في حياتنا. يعني حبيبي ماهر، انا مبسوط قوي ان انا بشوفك، ومبسوط جدا ان انت معانا وضيف عزيز علينا. بس قول لي بقى، احنا من ايام ما كنا مع بعضينا في اداب مسرح، وانت كنا بنسعد انت ممثل، وبعدين بنسعد بايه؟ بارتجالاتك ساعتها على ما افتكر، ارتجالاتك في الغنى. كان بيرتجل يهدير، يعني مثلا تقولي له على مثلا اي حاجه، يعني التلفزيون يقوم اعمل لك ارتجاليه زي محمد طه كده غنى. عايز اعرف بقى، وبعدين بعدنا شويه لقيتك بقى ايه كمان عزفت عود وفنان زي ما هدير بتقول، فنان شامل بسم الله ما شاء الله، يعني وبينافسك في التمثيل. وليك مريدينك؟ لا ده انا من مريدينه اصلا، يعني مش هقول لك بقى جت ازاي وبتاع والحاجات دي، لكن عايز ابدا من الاول خالص. الفن بقى يا ماهر، يعني هل حد ساعدك وانت لسه طفل كده؟ جيت امتى موضوع الفن؟ ولا عرضوك زي ما عرضونا كلنا في الاول، ولا ايه الحكايه؟ يا نهار ابيض، انت جايب القصه من الاول وفاكر حاجات. انا هقول لك، هو انا طبعا انا كنت عايش في الكويت مع والدي يعني رحمة الله عليه، وجينا مصر قلت له هخش معاه فنون مسرحية، قال لي نعم. معهد ايه؟ قلت له معهد فنون مسرحية، عايز امثل. قال لي نعم، عايز تمثل؟ مفيش الكلام ده، انت تاخد شهادة يا حبيبي وتعمل اللي انت عايزه. فده اللي حصل، خدت شهادة، وكنا مجموعة كبيرة انا وانت وناس كتير، اسماء كبيرة جدا، درسنا التمثيل والاخراج وكملت دراسة. كان في معارضة كبيرة جدا جدا في البداية، يعني جدا كان في معارضة جدا. ثم بقى انا لما دخلت الفن كنت عايز امثل، مش عايز اصلا. انا كنت مخبي على سامح ودفعي، احنا كنا دفعه والسنه ايه حصل لي حاجه واجلنا، بس كنا دفعه واحده وكنا اصحاب من قبلها يعني، فكنت بخبي عليهم ان انا بغني، فبرتجل. ارتجل ليه؟ عشان اوظف الارتجال في المسرح، لان كان في دماغي ان المغني مش هيمثل، انا عايز امثل فلازم اخبي. فكنت مداري عليهم فترة كبيرة ان انا بغني، ان انا بعزف. اقول له يا ماهر طب غني حاجة على مثلا وزن سامح، فيقوم قايل لي قصيد على الهوا كده. جميل وحلو الملامح، طيب طول عمرك مسامح، دخلت قلبي من اول طلة، واي حد زعلك الاقيك مسامح، سألت الاسم جه على الوصف قالوا الاسم مسامح. الله 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 الله. موضوع الارتجال في الغنى ده مش حاجة سهلة خالص. لا خالص طبعا صعب. انت اكتشفت في نفسك امتى؟ من سن كام وانت حسيت ان انا عايز امثل، او عرفت ان صوتك حلو وابتديت تغني وتدندن كده مع نفسك؟ انا كنت بمثل على روحي. يعني من يومي انا، من وانا في المدرسه في ابتدائي كنا بنعمل مسرحيات، وكنا بنعمل ستيج بالخشب، كان معانا ناظر اسمه حسن الشافعي، يعني ما اعرفش اذا كان عايش واذا كان توفى الله يرحمه. الراجل كان بيتبنى الفن والمواهب في المدرسه بطريقه فظيعه، ولما ما لقاش فيه مسرح جاب المقاول بتاع اللي هو بيبني العمارات ده، ايوه، فعمل سقالات وعمل ستيج وكواليس بالخشب بتاع المسلح، بالخشب بتاع المسلح، وحط سجاجيد، ايوه، وعمل مسرح في المدرسه. صوان مش مسرح. ما يعمل لنا ورشه نرتجل ونعمل مسرحيه ويعني وغنى، كان حاجه عظيمه، كان حاجه عظيمه. كويس قوي ان احنا بنقول ده ماهر كمان طبعاً. لان عايزين برضو نقول من خلال مدرستنا ثلاثه قد ايه المسرح المدرسي هو مهم طبعا. جدا زي ما قد ايه المسرح الجامعه طبعا. مهم جدا، وطلع اجيال
عظيمة يعني بصراحة. طبعا طبعا، ده هو ده هو ده اللي يعني هو ده اللي خلانا نكمل في المشوار، ان كان في ناس بتشوف الحاجة الحلوة وتتبناها وتشتغل عليها، ومصر مليانة كنوز على مستوى كل شيء، في الفنون، التمثيل، الغنى، التأليف، هتلاقي مواهب لو فعلا دورت عليها هتلاقيها، هتلاقي طفرة فنية رهيبة حصلة. فأتمنى انه دوت يعني انا مش عارف اتكلم في ده كتير لان ده موضوع كبير هياخد منا كلام كتير، ستمنى ان ده يبقى فيه سبوت عليه جدا. طبعا مساله برامج المواهب اللي ابتدت تكون موجوده، برامج مصريه زي الدوم وغيره والكابيتان وللكوره، مهم جدا لانه عندنا مواهب كتير بره حدود القاهره والجيزه واسكندريه، مهم ان احنا نوصل للمحافظات ونوصل لهم في سن صغير، لانه لما بنتبنى المواهب دي الدوله تتبناهم وهم صغيرين حتى في الرياضه تمام تلاقيهم اصلا. طب احنا بما اننا في العيد، ويا رب يجعل ايامنا كلها اعياد، وانا بحب منك موضوع الانشاد الديني يا ماهر. فينفع تقول لنا حاجه كده سلطنه من حاجاتك الجميله؟ هقول لك حاجه كده بمناسبه ان احنا في العيد والحج جاي بقى، فنقول ايه؟ حجه يا حجه يا مشال قطيفه، رايحه فين يا حجه؟ رايح ازور النبي محمد والكعبه الشريفه. قول معايا حجه يا حجه يا مشال قطيفه، رايحه فين يا حجه؟ رايح ازور النبي محمد والكعبه الشريفه. صلوا على نبينا، صلوا وزيدوا صلاته، صلوا على نبينا وزيدوا صلاته، كان يلاغي القمر محمد وبيفهم لغاته. حجة يا حجة يا مشال قطيفة، رايحة فين يا حجة؟ رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة. فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا، فاطمة يا فاطمة يا بنت نبينا، افتح لنا الباب يا فاطمة، ده ابوك دعينا. حجة يا حجة يا مشال قطيفة، رايحة فين يا حجة؟ رايحة زور النبي محمد والكعبة الشريفة. الله ما شاء الله، يا رب ينولها لنا يا رب، يا رب كل يعني الناس اللي بتتفرج علينا نتجمع صحبة كلنا وكل اللي بيشوفونا يا رب. موضوع الإنشاد ده أنت ابتديت فيه إمتى؟ أو يعني لفت نظرك إمتى إن أنت بتحب الإنشاد؟ هو موضوع الإنشاد، وإيه المدرسة اللي أنت برضو بتحبها في الإنشاد؟ أنا من أسرة يعني جدي كان قارئ، والدي خريج الأزهر وقارئ، وخالي خريج الأزهر، ونفس الحكايه يعني مجموعه كبيره كده كلهم البيت كله فيه ابتهالات اصلا بقى ابتهالات اساسا، وبيقولوا هما كانوا عايزين اطلع قارئ يعني القران، وانا كنت الاول على دوله الكويت في تلاوه القران الكريم. ما شاء الله كنت الاول. كنت ما الاول ما شاء الله. ما شاء الله فايز بجائزه الامير جابر الصباح رحمه الله عليه، راجل كان عظيم يعني. فهي المساله انا كان بالنسبه لي جوايا الناحيه الفنيه، وطالع في جو الانشاد ده. وحكايه بقى المنشئ يعني انا 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 مش يعني مش عايز اصنف نفسي ان انا منشئ، لان انا درست الفن وبحب كلمه فنان اكتر. لكن الانشاد جزء من الحكايه. الانشاد ده بدات تظهر كلمه منشئ لما غنيت مع الاستاذه اسعاد يونس مولاي. يا خبر ابيض يا ماهر، فبدات بقى تطغى على كل يعني، عملت ترند رهيب جدا جدا. اول ما نزلت عملت 3 مليون ونص في اول ساعه. انا شخصيا انا كنت خايف جدا، لانه انت بتغني سيد النقشبندي، سيد النقشبندي داخل على نفس الطبقه، وحاجه مرعبه، وعمر ما حد هيكون زي سيد النقشبندي. طب ما احنا عايزين ناخد حته من الملايين دي. يا من اللي مرقاه خف يرقص قلبي، وطارك الطير فرفع رق جنبي. يا من اللي مرقاه خف يرقص قلبي،
وطار كالطير فر فارق جنبي إن رق قلبي سيدي ما ذنبي ما لي أذن في الهوى ولم يكن بمرادي. الله فعلا انا حبيتكم، حبيت لقائكم جدا. ده انت ادخلت علينا يعني الفرحه وحسستنا بالعيد. ده بيكم وقلت لكم بقى شعوري باللغه العربيه، اسمح لي يعني. الله الله الله. طب انت اسمح لنا نطلع فاصل ونرجع لك تاني. اوعى بص مش هتروح هنا ولا اوعى. حاضر. هنطلع فاصل ونرجع تاني مع الفنان الجميل، الفنان الموهوب ماهر محمود. اهلا بحضراتكم، ولسه مكملين العيد واجواء العيد والفرحه اللي يعني ادخلها علينا الفنان ماهر محمود. والحقيقه يعني متشرفين بيك في العيد. شرف لي. وعايز اكلمك عن مشاركتك مع فرقه ايامنا الحلوه، ويعني كنتوا قلبين الدنيا على السوشيال ميديا، ناس متفاعله معاكم بشكل كتير، والاغاني كلها بتتغنى ناس بتحبها. احكي لنا كده عن ازاي دخلت الفرقه دي، كل الكواليس بتاع الموضوع. والله يا فرقة أيامنا الحلوة برضو يعني حاجة من الحاجات الجميلة جدا في حياتي واللي أعتز بيها، والمايسترو بتاعها يعني صديقي كان معايا في، أنا كنت كلية تجارة الأول وبعدين كملت فن. محمد عثمان. محمد عثمان كان معايا في كلية تجارة، ما يعرفش إن أنا بغني نهائي. ما أنا كنت مخبي بداري وخبي. عشان التمثيل، عشان دلب بالظبط. فهو جه حضر لي زمان في مركز الإبداع مع خالد جلال، كنت بغني عظيمة يا مصر. فسمعني فضل كده باصص وخرج ورا، قال لي إيه ده؟ أنت بتغني؟ وبتغني كده؟ طلع يجري ورايا. كان هيضربني. إزاي إحنا أصحاب؟ اللي هو إزاي إحنا أصحاب؟ أصحاب إيه؟ سنين طويلة. أنا مخبي إن أنا بغني. فقال لي لا، أنت معانا في فرقة أيامنا الحلوة. وحقيقي يعني كان باب خير كبير ليا. مايسترو محمد عثمان يعني واحد من الناس اللي هي مش مجرد مايسترو بيشاور، لا لا لا، هو منظومة. منظومة مهمة جدا في موسيقانا العربية وفي توثيق تاريخنا الموسيقي، ودي مهمة مش سهلة. دي تجربة مهمة جدا على فكرة، جدا في التوقيت ده يا سامح. طبعا، لأن في جبهات كتير بتحاول تقفل الباب ده، فهو واحد من الناس اللي واقفين اهو، ده فننا يا جماعة. ف يعني فرقه كبيره جدا ايامنا الحلوه، فرقه لا تعتمد على شخص، تعتمد على كيان، على مجموعه، على منظومه عمل قائدها هو المايسترو محمد عثمان. ده كان بيعجبني كمان يا ماهر، والكورال واقفين، هم مش كورال، هم كلنا كورال لبعض. ده كل واحد فيهم وحش يعني، انت عارف كل واحد كلنا كورال لبعض. واحد منهم يطلع يغني سولو والباقي بس، وشوشهم بروحهم حالة، طالبين نجاح وطالبين اسعاد للاخرين. والحاله والايقونه دي بقى الميزه اللي فيها ايه، بدات ان هو يعني يبقى في ناس بتقلد ده. وده الحلو في التجربه دي، عدوى ايجابيه. عدوى ايجابيه. ان الناس بقت هو ده، واخدين التراك ده وشغالين عليه. فكل الشكر لفرقه ايامنا الحلوه والمايسترو محمد عثمان. طبعًا. واللي بيعمله ده مش سهل يا جماعه في التوقيت ده، وفعلا مش هيدركوا الا اللي موجود في الحكايه وعارف هو بيعمل ايه. طبعا. طب احنا عايزين نسمع اقرب الاغاني لقلبك مع فرقه ايامنا الحلو. طبعا غني لكم غنوه بقى يعني هي قريبه لقلبي، وبحبها جدا، وانا عملت فيها موال ارتجالي. يعني انا في الحفله برضه يعني خالد جلال ده، يعني خالد جلال ده صانع نجوم. طبعًا. يعني طبعا. وعلى فكره هو شجعني على الغنى برضه، انا ما كنتش عايز اغني، فقال هتغني واحنا برضه مع بعض في مركز الابداع. مركز الابداع سابقوا بدفعه، اكيد اللي ربنا حبايب بمواهب متعدده كده لازم تبان على المسرح. يعني فهو شايف فيا ايه، فاداني مساحه، فانا تخيلي ان انا واقف قدام الجمهور وارتجلت الموال اللي هقوله دلوقتي، واضفته لغنوه بتناديني تاني ليه. فكنت الله. بقول ايه بقى؟ اسمعي الحكايه دي صعبه جوه والله. وليا يا ناس في الحب عجايب، قالت لي يا جميل قمت انا دايم، حكيم طبعي في الحب كده يا سامح انا خايب،
قالت لي يا جميل قمت سايب كده سايب. الله. قلت اروح لاهلها واهلها واهلي يبقوا نسايب. قلت لها يا ليلي يا عيني كلام الحبايب للحبايب كلام عنطرة وقيس رجال الحب شدايد أو كان في البلد وقت كنت قبله لا كنت طيقه ولا كنت قبله التقيت حبيبتي القلب اللي في القلب اللي قلت لها كلام في الغرام ولا قبله رايحة يا سامح تقابله في نفس المكان اللي كنت بقابلها فيه أنا 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 قابله لو جاية تاني أو بتناديني تاني ليه أنت عايزة مني إيه مش خلاص حبيت غيري ومش خلاص حبيت غيري يا روحي للي حابة تيجيك يا روحي للي حابة تيجيك بتناديني تاني ليه انت عايزة مني ايه ومش خلاص حبيت غيري ومش خلاص حبيت غيري يا روحي للي حابة تهبط روح 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 للي حابة تروح روح روح الله اخرج مشهد بتقولها من قلبك روحي ولا انت عايزها تروح لا تروح روحي 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 طب يا ماهر احنا ايه يعني كان في من ضمن الاسئله سر اتقانك للهجه الخليجي وانا استشفتها لما قلت ان انت كنت في طبعا عشت عمر كبير عشت في الكويت يعني بتحب تغني برضو خليجي والله الخليجي بالنسبه لي عادي جدا يعني لهجه بس اقرب لهجه ليك ايه الكويت هل العربي الفصحى العربيه ولا الصعيدي ولا الفلاحي ولا والله لكل لون معنى ومغنى ايوه يعني انت لما تيجي تغني صعيدي تتكلم صعيدي كده من قلبك من جوه او يعني انت في كمان في الصعيدي ده لهجات لهجات طبعا ليها طعم لازم تدوق عشان كده عايز اقول لك حاجه مهمه في التمثيل في فنانين كتير وممثلين كتير بيستسهلوا يقول لك انا اتكلم صعيدي فايه اروح قايل كده وخلاص لا ده في مذاكره الصعيدي ده منين وازاي والجيم عنده جيم ولا جيم ولا دال والقاف ديم ولا جيم ولا جيم ولا 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 ذاكر ذاكر عشان تقدم للناس حلوه وعايز اقول لك من هنا حاجه كده صعيدي حته كده بتقول لك ايه كان لي يا صاحب فاكره ونسانا بحبه أكتر من نسانا راح ورجع بعد سنة قال لي أنا مش عارفك أنت مين أنت مين تارارارارام تيتاراتاتيراتام عارف ده حفني أحمد حفني أحمد حسن ده حاجة عظيمة أبيض طب استنى بقى على ذكر التراث والحاجات دي يا نمير أهمية إن احنا نعيد التراث ونوثقه للأجيال الجديدة دي لأن في حاجات مرعبة طبعا يعني هتلاقي فيه شباب صغير ما يعرفوش مثلا مين سيد درويش غير لو اتفرجوا على الفيلم بتاع العظيم كرم مطاع لكن ده فنان الشعب مين سيد درويش؟ بيطلع حاجات ده فنان الشعب وفنان اللحظة طب أقول لك حاجة هسمعك غنوة دلوقتي هتسمعها هتلاقي نفسك الغنوة دي معمولة حالا الله اسمع كده اقرأ يا شيخ فات الغرة في آخر ساعة اللي في جرنان البورص وأنا أبقى أحلق زاقني إما كنتش ترقص 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 الصلح صباح قانصطة والعيشة هتبقى قشطة يا قسد زاقول مهش يا قسد زاقول براوان الحرب خلاص فينيشون 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 فينيشون
مع أكلتي التسقية والسلطة والطعمية، مع أكلتي التسقية والسلطة والطعمية، اللي بتهد الحيل نرقع لنا أقاتين ثلاثة سمن بلحم الخيل. ارقع 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 ومدام الضاني غالي وكذلك العجالي، ومدام الضاني غالي وكذلك العجالي، مش لازم ندقق حصانا او حمارا قبدا، مش راح نعتق قبدا قبدا قبدا، يا ما بكره هنبقى نقلس عالتجار لما تفلس، يا ما بكره هنبقى نقلس عالتجار لما تفلس، وزي ما نتفلق ينفلقهم هم كمان، واحنا نضحك هق 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 هق. انا حاسه ان انت بتمثل وانت بتغني يعني عظمه. عايزه اروح لموضوع التجارب التمثيليه، وانت يعني موضوع التمثيل بقى كان هو اللي في دماغك اكتر من البدايه. وحلو قوي يا هدير موضوع انك بتمثل وانت بتغني. هو الاداء طلع قوي. ده فعلا، ده فعلا هو يعني الحقيقه التجربه دي اللي وظفها مخرج مهمه جدا في حياتي، وبتهالي في الدراما وفي كل حاجه، جمال عبد الحميد. الله. انا رحت لجمال عبد الحميد مره، فاكر كنا بنروح الكاستنج اللي في قصر النيل. ايوه فاكر زمان. ايوه طبعا. رحت له يعني وقابلته وقلت له انا بغني، وسمع صوتي وشافني، وكنت حاجه كده 22 سنه 23 سنه، قلت خلاص بقى انتهى الموضوع. جه بيعمل مسلسل اسمه بنت من شبرا، لقيته بعيد ليه. ده كان مدي ادوار حلوه قوي، واديني دور اول مره مثل. دور كبير وحلو. وخالد عبد الحميد كان مديني فرصه، خالد عبد الحميد وشباب، هو ده اللي احنا كنا بنتكلم. أيوة. فيه بقى لما يبقى فيه شخص، وكان مديني فرصه في زيزينيا قبليها. لا هو عظيم، مخرج عظيم. جمال كل التحيه والتقدير ليه يعني. وظفني في بنت من شبرا، جابني بعدها في مسلسل اسمه الشوارع الخلفيه مع فنانه ليلى علوي وجمال سليمان، وعملت فيه دور مهم جدا اسمه الشيخ عبد الحي. واشتغلت في مسلسل مع حبيب قلبي حسن حسني. الله. هذا الراقي الرائع كل الله يرحمه، كنت معاه لغايه اخر لحظه يعني، ربنا يرحمه يا رب ونفتكره كلنا بالخير يعني، صانع البهجه والسعاده طبعا. برضه وظفت فيه الغنى مع التمثيل، والحكايه اصلا كانت حكايه مطرب جاي من الارياف، وبعدين بيبقى مع خاله، وبعدين بيتشهر، وبعدين بيجي له مرض ويموت وكده يعني. التجربه فعلا الدراميه مع مخرجين مهمين كانوا زي جمال عبد الحميد، زي الاستاذ نادر جلال، بالنسبه لي اضافت لي كتير، وبتمنى ان انا اكملها. كان اخيرها في مسلسل الاختيار. كنت عامل مشهد، انا رد فعل المشهد بالنسبه لي كان طبعا مذهل، مش مصدق نفسي. ومشاهدات مسلسل الاختيار مش بس جوه مصر، كمان في الوطن العربي كله، الناس يعني. فهو التمثيل والفن مش بالصغر ومش بالكبر، لو انت حقيقي هتبقى حقيقي في اي حاجه، لو انت حقيقي هتعمل اللي انت حاسه هتثبت نفسك فيه في اي مكان، اي مكان طبعا، الحجم او القدر طبعا. طب انت ماهر، بيبقى فيه في كل قناعه كده او احلام كل فنان حلم كده بيراوده دايما، يقول لك يا انا نفسي مثلا، نفسي اعمل مسرح واعمل الحاجات اللي انا عايزها مش عارف ايه، حد تاني يقول لك يا نفسي اعمل استوديو، نفسي اعمل شركه انتاج مش عارف ايه، انت احلام بقى ماهر ايه؟ الحلم اللي عندي دلوقتي وما تاخدش المسرح عشان المسرح ده حلم. انا هاخدك معايا في المسرح. انا هاخدك معايا، هاخدك معايا. انا اخرجت كذا عرض مسرحي والحمد لله، فازوا في جوائز وعملت عروض في مصر وبره مصر في اوبرا سلطنه عمان. فانا نفسي اعمل عرض يبقى ميوزيكال فروم اي تو زد بتقنيات الاخراج الحديثه الخارجه عن كل اللي بيتقدم دلوقتي. مش هشرح التفاصيل ازاي عشان ما حدش ياخد الفكره ويجري. في تجربه دلوقتي ماهر معموله يعني لهاني عفيفي مخرج جميل جدا. طبعا طبعا. تجربه جميله، هي ميوزيكال برضو. طبعا. قصر النيل. انا ناسي الاسم. وانا كمان حاجه فيها احلام. احلام. حلمين كده. تجربه ولا في الاحلام. ولا في الاحلام. ولا في الاحلام. طبعا هاني عفيفي انا اشتغلت معاه. واحد من المخرجين المهمين جدا في حساسيتهم تجاه ما يقدم للجمهور، وعنده منظومه حقيقيه، لان احنا بنقابل كتير في شغلنا وزي ما انت عارف طبعا، ان في ناس بتبقى في مكان وعندها ميسنج في حاجات، وفي ناس بتبقى عندها ماسكه كل ادواتها. فلما بتقدم حاجه للناس بتنبهر، بتحس ان انت في مستوى عالمي.
وهو ده المطلوب بقى. عايزين نخرج طبعا، عايزين نخرج، مش نقول ان احنا بنقدم مجرد فن مصري، احنا عايزين نوصل بفننا المصري أيوة. ده للعالميه، وهو ده الدور اللي جاي والمفروض نشتغل عليه عشان يبقى كل واحد يعني ايه بياخد تجاربنا وحكاياتنا لننتقل الرؤيه الصحيحه. انا حابب فيك قوي كمان يا ماهر انك بتغوص قوي في المحليه. طبعا المحليه هي دي اللي هي دي اللي هتوديك للعالميه. وانت كنت عامل تجربتين انا اتفرجت على عليهم، تجربه شارع شبرا او خلطه شبرا، خلطه شبرا في مسرح الطليعه، انا كنت ببكي في العرض ده، حاجه مذهله مذهله مذهله. ومن هنا على فكره تحيه كبيره للاستاذ عادل حسان مدير المسرح، مدير مسرح الطليعه، لان هو واقف من حقيقي. ده نموذج من النماذج اللي احنا بنتكلم عليها زي الاستاذ جمال عبد الحميد حقيقي. عادل حسان بيدور وكنت عامل وكانك تراه. اه وده كان اخراجك كمان. كان اخراجي اه، كان اخراجي يعني فكرتي ان انا اجيب الشباب الصغير ده كله. شفت العرض ده اتعرض 5 سنين لا وعلى مستوى المحافظات، ولاد صغيرين دلوقتي في اولى جامعه، اطفال 12 و11 و10 و7 سنين دلوقتي في اولى جامعه وكلهم فنانين. طب عايز اقول اسمع بس، انا عايز اقول لك حكايه لو عندك وقت مهمه جدا. عرض خلطه شبرا ده كان اللي بيعمل الحانه صديقي استاذي الله يرحمه حبيب قلبي الغالي احمد الحجار الله يرحمه، وانا كملت العرض يعني بدلا عنه، وطبعا مش هوفيه قدر ولا حقه ولا عمري ممكن ان انا احل محله لان هو ليه طاقه خاصه جدا. عايز اقول لك ان احمد الحجار كان قبلها بشهرين قاعد جنبي في العربيه، كنا راجعين من اسكندريه مدينه السادات، كنا بنعرض عرض هناك اسمه طقوس العوده، وراجعين على القاهره. فاحنا راجعين احمد الحجار ده صوفي بمعنى الكلمه، ده بني ادم غير طبيعي لانه فعلا واصل، ما هو من الواصلين. ده حقيقي اللي بحكي لكم عليه ده بقى حكايه حصريه ليكوا حكيتها في برنامج قبل كده بس ما حدش سمع عنها كتير. احنا ماشيين في العربيه لقيته بيبص من الشباك وبيقول لهم حبايبي حبايبي انا جاي لكم تمام ان شاء الله، لا جاي ان شاء الله، بيكلم قلت له استاذ في ايه؟ قال لي بكلم حبايبي. قلت له حبايبك مين؟ قال لي انت مش شايف؟ ببص زراعات غيطان في وسطها مقابر اللي بتبقى في الغيطان دي. لا اله الا الله. فهو بيقول لي المقابر اللي في الغيطان. قلت له انت شايف الناس اللي فيها؟ قال لي بيشاوروا لي بيكلموني. قلت له بقى بس بقى بطل بقى. قال لي بس انت مش فاهم. قلت له ايه؟ قال لي انا رايح لهم قريب. قلت له بس بقى بلاش الكلام ده. قال لي انا رايح لهم قريب قوي قوي قوي، اقرب مما تتخيل. وراح باصص للسماء وانا بصيت له عايز اكمل معاه كلام مش قادر، في طاقه كده وانا باصص له وهو باصص للسماء حقيقي. الكلام ده بعدها بشهر احمد الحجار توفى. لا اله. وكان بيعمل الحان العرض ده وانا كملت. وانتوا اهديتوا العرض ليه كمان يعني ليه والروحه يعني ربنا يرحمه يا رب ويرحم كل عظيم يعني. طب احنا كان على الامتحانات بقى نخرج شويه، احرجك واقول لك انت جبت كام يا ماهر في الثانويه العامه؟ يا نهار ليه كده؟ مش مشكله، في فرق كام سنه كتير يعني شويه، فنحاول نعذرك. اصل احنا دايما بنقول ايه امتحانات الثانويه العامه يا ماهر، بنقعد نقول انا كنت خايف منك يا سيدي. انت خريج تجاره خريج، وحضرتك اخوك خريج حقوق عادي جدا برضه. وبعديها احنا عايزين نثبت دايما في البرنامج بتاعنا انا وهدير ان يا جماعه ما هياش نهايه الكون ابدا ابدا ان انا عايز ادخل مثلا كليه كذا وما حالفنيش الحظ والتوفيق ان انا ادخلها ودخلت حاجه تانية وممكن ابقى ناجح جدا في الحاجه التانية دي. او برضو حته انه اولياء الامور ما يقتنعوش بالموهبه اللي عند اولادهم ايوه ويخلوهم برضو، ده بيبقى برضو تضييع وقت كتير، وان كان التعليم عمره ما بيضر، لكن هي فكره انه ياخد مسار مثلا تعليمي طب او هندسه او تجاره وبعدين يتجه تاني يروح يدرس معهد فنون مسرحيه. طب ليه مش من الاول؟ هقول لك حاجه بقى على تجربتين، تجربه عندي وتجربه عند الاستاذ يعني يمكن هو حكى جزء منها، انا احكي لك الجزء اللي انا شفته. انا اتخرجت من تجاره اشتغلت محاسب لغايه ما وصلت اصلا مدير حسابات، وسبت الشغلانه وانا مدير حسابات وباخد مرتب محترم، بس انا كنت بشتغل عشان اصرف أيوه. على الدراسه على حاجه اللي انا بحبها. اول ما رحت بنت من شبرا مع جمال عبد الحميد الاستاذ واشتغلت معاه في المسلسل قدمت استقالتي كملت في ايه التهور ده شكرا انتهى الموضوع. في ده بقى رحله كفاح كبيره مش هحكيها، لكن هحكيها عند سامح حسين. من اول ما شفته انا كنت باجي اقارن موهبتي بموهبته، فاجي ابص ايه ده فنان كبير
جدا بالنسبه لي. انا شايف هو محمد رضوان كنت بشوف ايه ده استاذ محمد رضوان، اسماء كتير هقول لك عليها، عمل مسرحيات كتير، اسماء كتير. سامح بقى كان عنده كم معاناه في حياته كنت دايما بشوفها، الى ان ادركت تعب والدته واللي هو كان بيعمله معاها. وانا جيت له في يوم من الايام، يمكن هو فاكر او مش فاكر مش عارف، كنا بنقعد على الكورنيش عند مسبيرو، قبل مسبيرو كده بشويه، قابلته قلت له سامح، الكلام ده من سنين كتير قوي، الكلام ده كان في 1999 2000 2001 حاجه كده. قلت له سامح انت هتبقى نجم النجوم، مش عشان ومن هنا حبيتك مش هنا مش عشان انت فنان كبير، عشان اللي انت بتعمله ده مش سهل ابدا وربنا يكرمك عليه كرم كبير. فعايز اقول لكل اللي سامعنا، الحياه كفاح وتعب، اوعى تبص لحد في لحظه نجاحه ان هو نجح كده وخلاص. صح. ده النجاح ده وراه مشقه كبيره جدا ومشوار كبير جدا. فانت ما تيأس، حاول مر واثنين وثلاثة وكمل، وخلي أملك دايما في ربنا، وربنا عمره ما هيضيعك. كل وقعة بتقعها خير وحاجة كويسة، ربنا هيقدر لك بيها صح الخير اللي انت تتمناه وزياده وما لا تتوقعه. بس واحيانا الناس بيبقى عندها مشوار طويل جدا حاسه ان هي ما خدتش حقها، مثلا زي ما ذكرت اسم الفنان محمد رضوان، وفي الاخر في المسلسل اللي فات يعني شخصيه رمضان حريقه عملت يعني قلبان مع الناس، الناس كلها بقت بتقول افيهاته وبتقلده. ما قعد اخونا بيومي في وقت شويه. لا ما تقول ده الاستاذ بيومي يا عم، ما حدش قعد، ربنا يديله الصحه والكرامه. بنتكلم عن النجاح كده ان شاء الله، نبشر كل اللي بيسمعونا، عايزين نسمع وحياه قلبي وافراح. انت جاي لي في انا ما غنوهالكش في الثانويه. لا بس انا مش حافظها. طيب يعني فعلا مش حافظها. يعني في فعلا مش حافظ. طب غني لنا حاجه من ريحه عبد الحليم او حاجه ليها علاقه بالنجاح، او او انديل او فوزي اللي انت عايزه. غني لكم حاجه. ايه طيب انتوا زنقتوني كده. طب انا اقول لك حاجه لعبد الوهاب. ايوه. انسى الدنيا وريح بالك، اوعى تفكر في اللي جرالك، انسى الدنيا وريح بالك، اوعى تفكر في اللي جرالك، انسى الدنيا انسى الدنيا انسى الدنيا، اللي دموعك لحبايبك واللي ابتسامتك تبقى لمين، ترترا والغرام يشغل قلبك، ده لسه في العمر سنين. الله. يا سيدي. طب انا هاخد بقى من هنا ماهر بعد اذنك. يعني هروح في حته تانية سريعا. دور الكلمه، يعني بص اللي انت بتقوله ده كلام عامل ازاي، الكلام عامل ازاي دلوقتي، اغاني المهرجانات والحاجات دي الكلام في حته تانية خالص، دور الكلمه في تهذيب النفس وتربيه النشء عامله ازاي؟ المهرجانات نتاج طبيعي لدور الكلمة في إيه؟ في إنه قتل، أصيب في مقتل. بمعنى اوعى يا سامح نيجي نلوم على اللي عمله المهرجانات، هو ده اللي وصله من هو ده اللي وصله يعني. ده نتاج طبيعي، احنا الفن مرآة مجتمع. طب الناس المثقفة اللي زي حالتك مثقف ودارس، ما فكرتش ماهر تعمل اغنيه مهرجانات وبكلام عظيم كده، كلام حلو؟ طبعا دي فكره، دي حاجه بيستخدموها الراب وغيره وبيوصل للشباب بشكل كبير. طبعا ما تجيش ننكر الفن ده على الاطلاق طبعًا، لانه بيوصل لنطاق كبير، لكن احنا دورنا بقى هو ده اللي انت بتقول، نقطه مهمه جدا، احنا دورنا ان احنا نحط الكلمه في نطاقها للناس دي، انها هتوصل. ما حدش يقول لي مش هيوصلوا لها، هم عندهم ثقافه خاصه بيهم وتكوين مجتمعي خاص بيهم، لكن مين اللي أثر؟ هم ولا مين؟ احنا عايزين مدرستنا بقى. صح. مدرستنا اللي هي ايه؟ احنا كلنا نوصل ده، نوثق ده، دوري انا مقصر. وده سامح اللي بيعمله شويه. سامح انت مقصر. طبعا. كلنا مقصرين،
عارف لو ركزنا في النقطه اللي انت قلت نقطه لو ركزنا فيها، لما بنشوف تعاون ما بين كل اللي بيغنوا مهرجانات وما بين فنانين زي ميكي مثلا، وازاي بيكون الاغنيه فيها رسائل للشباب توصل بشكل كبير، ده بيبقى تعاون ناجح جدا. اهو هنا التجربه، شوفي اثرت في كام واحد. صح، يعني اللي عمله ميكي ده اثر في ناس كتير، وانا من هنا يعني انا مش على علاقه شخصيه بيه، بس انا بحييه لان هو فعلا احمد ميكي صادق جدا، صادق، واللي بيقدمه ده مهم جدا طبعا. وانت يعني ارجوك خلينا من القعده دي ومن الكلمه دي كلنا وكل الفنانين اللي بيسمعونا نشتغل على ده. حاضر، انا هغني لك مهرجانات يلا بينا، وعلى الله بقى يلا بينا يلا بينا. طب احنا في العيد ومش هنطلع وننهي اللقاء الممتع الجميل معاك الا بقى بتكبيرات العيد. يلا بينا، بس هتكبروا معايا. نكبر، يلا بينا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. العيد يعني فرحة، وانت اسعدتنا النهارده بوجودك، يعني انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. كل سنه وانت طيب. انا اللي سعدت بيكوا، والنهارده يوم جميل بيكوا والله حبيبي يا مير. بالفقره الجميله دي، بنهايه الفقره الجميله دي والتكبيرات، يا رب يجعل ايامنا كلها افراح واعياد. احنا هنطلع فاصل بعد اذن حضراتكم ونرجع علشان نكمل الحلقه بتاعت سهره العيد الجميله دي مع حضراتكم. فاصل ونرجع لحضراتكم.